آثار وتداعيات انقلاب الميليشيا على الدولة وعملية الانتقال السياسي في اليمن تتجلى أكثر في قطاع التعليم العام الذي يعاني من توقف شبه تام منذ اندلاع الحرب التي قادتها ميليشيا الحوثي وصالح. أكثر من عام ونصف نسفت فيه الميليشيا كل ما له علاقة بالتعليم من خلال مظاهر التدمير للعديد من المؤسسات التعليمية وتعطيل المدارس واستهدافها عسكريا بعد تحويلها إلى سكنات ومخازن أسلحة. واجه الطلاب تعنتا شديدا من طرف الميليشيا طيلة الفترة الماضية، وقوبلت المسيرات التي قاموا بها للمطالبة بتحييد المدارس بعنف شديد، وكانت المحصلة أن نحو 1,300,000 طالب في محافظة تعز وحدها محرومون من الذهاب إلى مدارسهم بحسب تقرير محلي. عنف الميليشيا تجاه الطلاب لم يقتصر على إغلاق مدارسهم، بل عكفت أيضا على تجنيد الطلاب من منتسبيها مستغلة حالة الجهل التي يمرون بها، ما نتج عن ذلك مقتل العديد منهم في مشهد يفضح سلوك الميليشيا في التعامل مع التعليم.